بضيفنا الشيخ احمد موسى خطيب مسجد الشيخ زايد بالفجيره. حياك الله اخوي مالك. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. وانت بخير، واسال الله ان يبارك فيكم ويجزيكم كل خير على هذه التغطيه المتميزه. اللهم امين. الله يحفظك. اليوم يوم عرفه، مثل ما نشوف هذه المشاهد اللي صراحه حركت مشاعرنا. أيوة بشكل كبير. اي والله. فضل يوم عرفه، هذا اليوم المهم جدا في الاسلام. والله في البدايه يعني ما نملك الا ان نقول اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد أن بلغتنا هذا اليوم. اللهم الله عز وجل له أيام وله مواسم، له نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. والعاقل والفطن هو الذي يغتنم ويقتنص هذه النفحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يصيب به من يشاء من عباده. ومن أعظم هذه النفحات هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام العام يوم عرفة. إذا تكلمنا عن يوم عرفة فإننا نقول هو يوم تجاب فيه الدعوات، يوم تقال فيه العثرات، يوم يباهي به الله عز وجل بأهل عرفات، يوم عظيم، يوم يقف فيه هؤلاء هذا الجمع العظيم على صعيد عرفات يدعون ربا واحدا لا إله إلا هو، ينادونه يناجونه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو إنسان عزيز عليك أو تحبه مثلا يناديك تقول له لبيه، هذا دليل على شيء من مكنون المحبة. إيه، فالله عز وجل أعظم محبوب سبحانه عز وجل. إذا أردنا أن نتحدث عن فضائل يوم عرفة فإننا نقول أول فضيلة من فضائل هذا اليوم أنه أفضل أيام العام على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، وإن الله لينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. يباهي بهم يعني يمدحهم يثني مشهد عليهم، مشهد رباني عظيم، مشهد رباني، يعني تكملة الحديث جدا في روحانية عظيمة. يقول عز وجل هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. سبحان الله، يرجون رحمة الله عز وجل وما رأوا عذابه. أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله، يعني أمر عظيم. وفي رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى يوم أكثر فيه عتقا من النار من هذا اليوم. وفي رواية أخرى فلو كانت ذنوبهم مثل قطر السماء أو مثل أيام الدنيا أو مثل رمال عالج غفرتها لهم، مثل صحراء النفود مثل ما يقولون. يعني لو أخذ أحدنا أخوي مالك بيده كف من رمل وحسبنا عدد حبات الرمل التي في هذا الكف في هذه الحفنة نجدها بمئات الآلاف أو بالملايين، فكيف بصحراء كاملة؟ الله عز وجل لو كانت ذنوبهم مثل رمال عالج لغفرتها لهم. فهذا فضل من الله عظيم. من أبرز فضائل هذا اليوم أنه أعظم يوم لإجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد. ومن أبرز فضائل هذا اليوم أنه يوم أقسم الله عز وجل به. ربنا عظيم لا يقسم إلا بأمر عظيم. يقول عز وجل في كتابه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وأقسم ربنا عز وجل في موضع آخر كما قال ابن عباس وذهب ابن عباس وعكرمه وبعض المفسرين إلى أن الله عز وجل لما قال في كتابه والفجر وليال عشر والشفع والوتر يقول الوتر هو يوم عرفة. فالله عظيم لا يقسم إلا بعظيم. من أهم فضائل هذا اليوم أن الله سبحانه لما يعم عباده بالعطايا والحط عن الخطايا يغتاظ الشيطان لذلك. جاء في الحديث ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذلك إلا لتنزل الرحمات وتجاوز الله سبحانه عن سيئات العظام. ومن أبرز فضائل هذا اليوم أنه يوم أكمل الله عز وجل به الدين، أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين
آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم جمعة. ومن أبرز فضائل هذا اليوم وخاصة لنا نحن من غير الحجاج، أن من صام هذا اليوم كفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.